معي على الهاتف المتحدث باسم إدارة تعليم الحدود الشمالية سطام السلطاني. هلا أخوي سطام. مرحبا بك، مساك الله بالخير أخوي عبد الله. حياك الله. أول أنا بشكر إدارة التعليم على تفاعلها السريع مع الحادثة، وما قصرتوا على هالتفاعل، لكن سؤالي الآن كيف نضمن عدم وقوع مثل هذه التجاوزات في مدارسنا؟ أهلا أخي عبد الله. هو بعد تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في تويتر، الهاشتاج تواجدت الإدارة مباشرة في الهاشتاج للتواجد وتأكيد متابعة الإدارة. بعد نصف ساعة من متابعة الأمر مع مدير مكتب التربية بطريف، مكتب التربية والتعليم سم، أصدر مدير عام التربية والتعليم الأستاذ عبد الرحمن القريشي قرار بإنهاء تكليف الزميل وكيل المدرسة. وجه مدير مكتب التعليم في طريف بإعفاء الوكيل وإبعاده عن المدرسة أيضا بعد ألفاظ العنصرية والتي لا تليق بأي زميل تربوي. وسوف تستكمل التحقيقات صباح غد الخميس بمشيئة الله، وعلى ضوء تلك التحقيقات سيصدر بيان توضيحي وسيكون الجزاء وفق أنظمة الوزارة. طيب في نقطة أخرى أخوي عبد الله، يعني الآن موضوع لا يقتصر على وكيل المدرسة فقط. نحن اتخذنا الإجراء مع وكيل المدرسة بناء على الألفاظ التي صدرت والتي لا تليق بأي زميل ومربأ بزملائنا التربويين والقادة. نقطة ابتزاز المسؤولين والتصوير غير إذن، أيضا سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد من قام بعملية التصوير إذا ثبت ارتكاب أي خطأ صحيح من المدرسة أو من ولي أمر الطالب، لوجود مخالفة لأنظمة الدولة في التصوير داخل منشأة رسمية بدون إذن مسبق، وكذلك التشهير بالآخرين. صادق معك أخوي سطام، بس أنت اسمح لي، يعني أنا معك أنه التصوير يعني غلط يصير في أي منشأة، بس شلون يقدر يأخذ حقه الرجل لو ما صار فيها التصوير وصار فيها الهاشتاج وصار فيها الكلام؟ أنت معي أنه كان ممكن يكون الموضوع أخف من ناحيتكم ومن ناحية إدارة التعليم لو رفع شكوى وكتب لكم وقالكم ترى قيل لي كذا، ها جيب شهود، فتصير المسألة طويلة، لكن الآن يتم اتخاذ إجراء سريع ولا لا؟ هو الإجراء السريع اللي تم بناء على ما ذكرت أنت المقطع المتداول، يعني لو ما كان فيها المقطع يا أخوي سطام ما بده يتكلم معكم. نصف الحقيقة أخوي عبد الله غائبة حتى الآن مع نتائج التحقيق تتضح غدا، يعني صحيح. الآن الواضح لنا الإدارة اتخذت القرار الآن بناء على الألفاظ التي لا تليق نهائيا ولا نبررها.